دعونا مشاهدينا الكرام نتحدث عن الخبرات الفنية في هذا المجال. نتعرف على حضرتك يا فندم. مهندس تعدين حمادة صلاح بدر، مهندس تعدين مسؤول عن العملية الانتاجية الكاملة، بداية من انفصل الرمال السوداء عن الرمال الشاطئية من مصنع التركيز، ثم بعد ذلك نقل الخام إلى مجمع المصانع الفصل هنا في البرولوس. الأيدي العاملة يعني المشروع بالنسبة لنا. أنا عايز أتكلم مع حضرتك الأول عن الخدمات التعاملات الفنية أو الخبرات الفنية اللي موجودة هنا في هذا المجال. حضرتك كلمتنا عن أكثر من أمر، ممكن نتوقف عندهم بشكل أكثر تفصيل. تمام، بالنسبة للخبرات الفنية احنا هنا بقالنا أكثر من سنة ونص مجموعة مهندسين كاملين بمجموعة فنيين، تم تدريبنا على يد خبير أسترالي، برنامج تدريب كامل تم إعداده من خلال الشركة الأسترالية لتدريب العمالة وتدريب المهندسين والتيم الموجود كامل. تم تدريبنا نظريا، ثم بعد ذلك تم الانتقال للمصانع للتدريب على كل المعدات وتشغيل المعدات بالكامل إلى أن تم الحصول على المنتجات الكاملة، التشغيل والأيدي العاملة كاملة مصرية. المواصلات يعني طبعا المشروع أبناء كفر الشيخ، بالنسبة لنا احنا كأبناء كفر الشيخ الموضوع وفر علينا كتير جدا. احنا اول ما تخرجنا في 2017 كان ساعتها توجه الدولة لإنتاج الرمال السوداء، كان المشروع ساعتها في 2017 عن مشروع التخرج بتاعنا عن الرمال السوداء وشغله، فكان حلم بالنسبة لنا ان احنا نوصل للمشروع الكبير يتعمل واحنا يكون لنا دور فيه. فلما جت المسابقة في 2020 وبدأنا نقدم ودخلنا والحمد لله بقى لنا دور وتم تدريبنا على اعلى مستوى بناء للدراسة. احنا مهندسين تعدين درسنا عن الرمال السوداء وعملت الفصل بالكامل في الكلية جامعة الازهر، ثم بعد ذلك يعني تم التدريب والعمل على التدريب العملي والنظري لقيادة المصانع، ثم بعد ذلك تدريب الفنيين والأيدي العاملة الموجودة بالمصانع لأداء دورها بشكل مناسب تحت قيادة المهندس المسؤول في المصنع للحصول على المنتج بالجودة المطلوبة وبالكميات المطلوبة أيضا. نتعرف على حضرتك برضه فندم. مهندس تعدين مهندس محمود خالد، مهندس هنا برضه مسؤول عن العملية الإنتاجية في مجمع المصانع بالبرولوس. كنت حابب برضو أكمل على كامل باشمهندس حمادة إن إحنا هنا مسؤولين عن الإنتاج وفي نفس الوقت مسؤولين عن الجودة أو الكواليتي بتاعة المنتجات. إحنا تم تدريبنا على الخبير مع الخبير الأسترالي على إزاي إن إحنا نشغل المصانع وإزاي إن إحنا ندخل التكنولوجيا دي لمصر، والحمد لله إن إحنا اجتزنا التدريبات وبرضو دخلنا برضو في امتحانات والحمد لله اجتزناها وبقينا على قدر المسؤولية. وحاليا احنا مصانع شغاله وبننتج الكميات المطلوبه وبنفس الجوده اللي احنا كنا عايزينها، وده مجال جديد كنا بنتمنى ان هو يكون موجود في مصر، علشان احنا كان قسمنا في الكليه كان قسم يعني محدود في الشغل شويه، لكن دلوقتي المجال ده فتح للكليه بتاعتنا او للقسم بتاعنا مجال كبير ان الناس ان شاء الله تقدر توفر يعني الدوله تقدر توفر لها فرصه عمل في المجال ده، والمجال ده يكون معروف ولان هو مجال كويس جدا. دلوقتي المصنع وفر لابناء كفر الشيخ فرص عمل 5000 فرصه عمل، وده طبعا بالنسبه لمحافظه كفر الشيخ لانها دوله يعني بما انها محافظه ما بتعتمدش على الصناعه، ده اكتر بتعتمد على الزراعه، والحمد لله ان احنا لما جينا كنا على قدر المسؤوليه. والمصانع هنا مجمع المصانع احنا بناخد الخامه اللي بتيجي من مصنع التركيز بعد ان تم فصل الشوايب عنها، وما بتكونش برضو بنفس الجوده العاليه، بتيجي هنا المصنع بيكون بتحتوي على 7 عناصر. اول ما بتوصل هنا بيتم الخامه بتدخل على المصنع الاولاني اللي هو مصنع الفيد بريبريشن، بيتم فصل منتج الماجنتايت وبعد كده ده كمنتج نهائي، بعد كده بيتم تقسيم الخامه عباره عن كومتين، الكومه الاولانيه دي بتكون كومه بيتم تغذيتها لمصنع الالمونايت، والكومه الثانيه بيتم تغذيتها لمصنع الروتايل. مصنع الروتايل بيتم فصل فيه الخامه بتدخل على احنا بيتم الفصل اصلا على اساس الخواص الطبيعيه، بيتم الاعتماد على الخواص الفصل على الخواص الطبيعيه للمعادن، ما بيكونش فيه اي مواد كيميائيه في عمليه الفصل، والمصنع اصلا صديق للبيئه يعني ما فيش اي تلوث او اي حاجه، واحنا واخدين تصريح من يعني حصلنا على تصريحات من الاماكن المسؤوله ان احنا المصنع صديق للبيئه ما فيهوش اي تلوث. بيتم فصل في مصنع الروتايل عنصر الروتايل وبتركيزاته، بعد كده الكومة الثانية بتغذي مصنع الالمونايت، بيتم فصل 3 تركيزات من عنصر الالمونايت والجرنت، بعد كده الخامة بتخش من مصنع الروتايل على مصنع الزيركون،
الرطب، بيتم فيه رفع كفاءة المنتج علشان اقدر افصل بعد كده الزيركون عن المونازايت. بيتم بعد كده الخامة بتخش على مصنع الزيركون الجاف، بيتم فصل فيه عنصر الزيركون والخامة بعد كده عن المونازايت، وبعد كده الخامة بتروح لمصنع المونازايت بيتم فصلها هناك ورفع كفاءتها. فاحنا عندنا هنا منتجات رئيسية اللي هم اللي قلتهم لحضرتك، وان شاء الله باذن الله نكون على قدر المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله بنتمنى بعد نجاح المشروع ده الحمد لله يتم باذن الله مراحل تانية تفتح فرص عمل للشباب اكتر، وان شاء الله بالتوفيق. شكرا. يا رب ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. من الامور المهمه ايضا باشمهندس حماده، يعني اللي حضرتك تحدثت عنها اهتمامكم بهذه الفكره، يعني حضرتك قلت ان انتم من وانت في الدراسة او في الكلية كنت مهتمين بفكرة الرمال السوداء، ايه اللي جذب حضرتك لهذا هذا المجال او هذه الدراسة او الاهتمام بيها، ولأي مدى حضرتك كنت شايف فيها امل او انعكاسات ايجابية مستقبلية على ارض الواقع من الممكن انها تحقق اهمية اقتصادية للبلد اضافة الى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات التعدينية؟ تمام فندم، زي ما قلت لحضرتك احنا مع توجه الدولة لإنشاء المصانع الخاصة بالرمال السوداء في 2017 توجهت جامعة الأزهر عندنا في كلية الهندسة قسم تعدين، كان مشروع التخرج بتاعنا عن الرمال السوداء، نشتغل على الرمال السوداء رفع جودتها وفصل المنتجات المطلوبة للسوق من الرمال السوداء. كان ساعتها لما بدأنا نبحث ونعمل مشروع الشغف نفسه عن الرمال السوداء كان زايد، ان احنا عندنا رمال سوداء، عندنا بطول الشاطئ، بطول الساحل، بطول الساحل بتاع البحر الابيض المتوسط، عندنا خير عظيم جدا، كنز مدفون. الى ان جاء القرار وتم الدوله العمل على مشروع الرمال السوداء وتمت المسابقه والتدريب، اشتغلنا كنا شغالين بره في تخصصات ايضا، لكن موضوع الرمال السوداء اول ما علمنا فرصه الرمال السوداء كان الشغف ان احنا نيجي ونتعلم ونبقى موجودين في المجال اللي احنا درسناه وحبيناه، وفي نفس الوقت خدنا تدريب زياده داعم لينا في المجال الانتاجي ومجال التشغيل الى ان حصل على منتجات ده يعني تدخل في جميع الصناعات وماده خام لمعظم الصناعات الموجوده. بالطبع لها مردود اقتصادي. احنا بنشكر حضرتك المهندس حماده صلاح بدر وايضا الباشمهندس محمود خالد على وجود حضراتكم معانا، والف مبروك على الافتتاح. شكرا يا فندم، الف شكر ليك يا فندم.